ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. عملنا الرز، بص كده بصه بالشعريه اهو لسه شويه بيتشرب. وبعدين هنبدا في وصفه دلوقتي لطيفه ان شاء الله تعجب حضراتكم. خلينا بس نحط ده هنا اهو، ده الرز هشغلكم بس بشوكه كده. بسم الله، هنسيبه بقى يتشرب على شويه البخار الباقيين دول علشان يطلع مظبوط ان شاء الله. بسم الله، ريحته حلوه بصراحه. طيب ممكن نعمل لو باقي عندي شويه، مثلا هفترض زي ما بيقولوا ايه، اي حته من صدر فرخه مسلوق ولا حاجه وعايزه استفيد منه، ممكن اعمل طبق كشك المازيه بسرعه. فانا هعمل مع حضراتكم دلوقتي وصفه الكشك. عندي صدر فرخه وعندي، هقول لكم المقادير. عندي للكشك صدر فرخه مسلوق، عندي حوالي 4 معالق كبار من الدقيق، كوبايه زبادي، كوبايتين لبن، كوبايتين من المرق، 4 معالق من السمن، ملح وفلفل اسود، وبصل مقرمش. تقدروا تعملوه كمان من غير سمن خالص لو انتوا حابين انكم تحطوا الدقيق مع اللبن والمرق وتضربوه في الخلاط وترجعوه على النار وتبداوا تعملوا ده. في ناس ما بتقدرش انها تستخدم المواد الدهنيه كتير، انا بدي بدائل لحضراتكم عشان لو مش عايزين تعملوا الخطوه دي. لكن انا هنا هعمله قدام حضراتكم اهو ان شاء الله، وهبدا اشتغل في البصل هنا. طيب اول حاجه هاخد كده ادي الدقيق، وهاخد معلقتين ثلاثه سمن، وهنعمل كده. خليني بس اوضح لحضراتكم هنا. هاخد، بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي، هاخد المعلقه دي فيها السمن الاول كده. اول بدايه البشاميل اللي احنا بنضيفه لاي وصفه، هم دول 3 معالق عموما يعني من السمن، وهحط عليهم ثلاث معالق من الدقيق. وخليني كده اقلب الاول بالواس كده، ادخل الخليط ده في بعض. عشان ايه الفكره من الخطوه دي عموما في البشاميل او في اي حاجه، ان احنا بنطلع ريحه الدقيق الني من الايه، من الحاجه. لا هزود شويه دقيق. والله يا سلام، يعني عروس البحر المتوسط متكلمنا منها حد دلوقتي معانا، ريتاج اهلا اهلا، مرحب باهل اسكندريه يا ريتاج. حبيبه ازيك يا روح قلبي، عامل ايه؟ انا بخير يا روحي، انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله منوره الشاشه. يا روحي تسلمي لي، ميرسي، تسلم ذوقك. عاملين ايه يا جميله؟ اخبار الجو في اسكندريه ايه يا ريتاج؟ ميرسي يا ريتاج، حاولي تكلمينا تاني، كان نفسي اتكلم معاكي. هنقلب تقليبه كده، نص معلقه صغيره. وهنا انا بسخن الطاسه، هحط هي الزيت. محمد انت حطيته لي فين يا محمد؟ ماشي خلاص هاخد من اللي عندي هنا. خليني احط مع الطاسه وانا بحمر البصله، بجهزها جنبي هنا شويه زيت كده، وبحط معلقه سمنه كمان. طب تسلم ايدك يا محمد، شكرا. ماشي تسلم ايديك وعينيك. هاخد كده معلقه سمنه تدي بس طعم مع الزيت وانا بحمر البصلايه دي، خلاص. وهحطها جنبي هنا، بصله عاديه جدا. اهو هحط بس عليه رشه ملح بس. وهنا بحمر الدقيق، مش عايزاه يغير لونه ولا حاجه، انا كده مش عايزاه يغير لون. خلاص هقلب بقى هنا البصل كده ياخد، لحد ما ياخد لون حلو يتحمر في نفس الوقت اللي بعمل فيه الكشك. هاخد بقى المرق، بسم الله الرحمن الرحيم، مرق فراخ، مرق اي حاجه، بسم الله. وهنقلب كده تقليبه كويسه، وممكن ازود شويه كمان كده. وهاخد الزبادي، يعني علبتين زبادي من صغيرين ال 80 جرام، عشان هو بيعتمد على الزبادي الحقيقه بشكل كبير اهو. وهضيف كمان بسم الله اللبن، وهقلب الخليط ده مع حضراتكم. وانا هنا بقلب برضو البصلايه اللي حطيت لها رشه ملح لا اكثر ولا اقل، تتحمر
لحد ما تاخد لون حلو. طبعا تقدروا تصغروا البصل عن كده، عايزين تعملوه بس مقرمش جوانح زي ما بنعمل الكشري ماشي، بس انا اصلي بحب اضيف شويه من البصل ده جوه الخليط بتاع الكشك. هاخد هنا كده رشه بسيطه من الفلفل، ورشه بسيطه من الملح تاني زياده الظبط يعني. وخلينا بقى اخد صدر الفرخه ده اقطعه وانا مع حضراتكم هنا على الكاتنج بورد كده هنا، عشان ايه اقطعها حلو وادخلها في الخليط. تقدروا تعملوا منه وصفه جميله. تسلم ايدك يا محمد، شكرا جزيلا. جميله. هسيب بقى انا ده كده جنبي شويه. زي ما قلت لحضراتكم بصوا التقليب مع طول الوقت عشان المرق كان بارد. بقلب هنا كمان الايه البصله بتاعتي، حطيت معاها شويه زيت وشويه من السمن. وهنا هاخد كده اقطع الصدر الفرخه ده، وان شاء الله تشوفوا في حلقه مميزه للي طلبوا مننا اللانشون الفراخ واللحمه. هي هتبقى امتى يا رانيا؟ قولي لي يا رانيا حلقه اللانشون هتبقى امتى ان شاء الله؟ يوم الاربعاء ان شاء الله. اللي طلبوا مننا حلقه اللانشون فراخ ولحمه من الفراخ واللحم، وعملنا لزينه الجميله السبرينج رولز اللي طلبتها بالخضار، وان شاء الله نعمل بعد كده البسطرمه، ونعمل كمان اللانشون من غير لا فراخ ولا لحمه اقتصادي لو حضراتكم عاوزين. انا عملته بصدر فرخه طلع رول يعني رائع الحقيقه يعني بصراحه. طيب هاخد كده صدر الفرخه اللي احنا سالقينه او بواقي فرخه كانت عندنا، هنفصصه ونتعامل معاه عادي. انا بس عايزه هنا يبان، عايزاه يبان معايا عشان ايه كده. وهقطع هنا بالنص وهسيبه كده، عايزه قطع الفراخ دي تبان في وسط الايه الطبق الكشك بتاعي، يعني اللي يغمس ياكل كده حاجه كويسه. طيب هبدا كده اقلب هنا تقليبه حلوه لحد ما يمسك معانا. هنا الرز خلاص بصوا، هبدا اقلبه بقى واقدمه مع البطاطس بتاعتي. وبقلب هنا اهو شايفين البصل، رشه الملح شوفوا بتدبل البصلايه ازاي وتخليها تدخل في السوى على طول اهي. ونقلب هنا تقليبه حلوه. اول ما يبدا يدخل في التشكيل او في التقل هنبدا ان ايه نحط الفراخ. معانا مدام ثريا حبيبه قلبي، يا اهلا وسهلا من استراليا. حبيبة قلبي مدام ثريا، حضرتك اكتر والله. سعيده بسماع صوتك. ربنا يخليك ومنوره كده دايما يا رب، وتسلم ايديك على الحاجات الجميله بتعملها لنا. حبيبتي بشكرك ازاي؟ انا اللي بشكر حضرتك والله، اني سمعت صوتك النهارده حظي حلو. ميرسي يا حبيبتي، انا عماله بحاول من ساعه ما ابتديتي مش عارفه اوصل لك. يا حبيبتي الحمد لله، ده من حسن حظي والله، تسلمي لي. لا انا اللي محظوظه، والف الف مبروك لنجاح ولادك يا حبيبتي. الله يبارك في عمرك يا فندم. يا رب كده ما تفرحي بيهم وتشوفيهم في اعلى المراكز. امين يا رب العالمين، امين. وكل السامعين يا رب العالمين. يا رب ويخليكي ليهم ويخليهم لك كلهم يا رب. امين يا حبيبه قلبي. اسرتك. امين ويخليكي مدام ثريا، صحه وعافيه. حبيبتي انا اللي اسعد، شكرا لحضرتك جدا بجد والله، شكرا. ميرسي مدام ثريا اسعدتيني. طيب انا دلوقتي بقلب كده الكشك. حاضر هقدم بس الرز بعد اذنكم. ممكن بسم الله ناخد كده ايه، عايزين القالب ده بس كده. انا هعمل في بوله عاديه خالص هقدم فيها الرز مع حضراتكم. خليني اجيب لوش معلقه من هنا. بسم الله. وهاخد كده عقبال ما الدنيا هنا تظبط معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو هكبس كل ما اخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وهكبس اهو كده. نعمل قالب حلو كده للرز. بسم الله الرحمن الرحيم، جنب صينيه البطاطس الحلوه اللي عاملينها دي كده. طبعا بنقلب البصلايه طول الوقت علشان ما يبقاش فيه اجزاء احمرت واجزاء لا، اهو كده كده. ونبدا ايه
نجهزه على الطبق. هرفع طبعا دي من على النار، اسمحوا لي كده، وهاخد طبق هنا هعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهو. وممكن نحط جنبه طماطمايه كده او خياره. تسلموا تسلموا حبايب قلبي، والله تسلموا انتوا، تسلم ايديكم، ميرسي تصوير الجميل ده. بصوا بقى الكشك بدا ياخد قوام ازاي. بعد اذنكم تعالوا قربوا هنا، واكون الياقه حصل فيها حاجه قولوا لي عشان انا بطبخ بكل جوارحي، بطبخ بكل جوارحي. بصوا البصل احتمال، بصوا كده هنقلب كده تقليبه، بدا بقى ياخد لون. عايزه اوري حضراتكم قوام الكشك، بصوا بدا ياخد قوام ازاي في المرحله دي. خليني ايه، انا احط نقطه بس، نقطه واحده من عصير الليمون، نقطه بس كده، تدي كده طعم معين هتتبسطوا بيه. بصوا كريمي ازاي. اوكي اوكي طيب كده شايفين ازاي تتحمر بس البصلايه تحميره. شوفوا بقى انا بدات مع البصلايه ليه، عشان هيجي الوقت اللي اول ما يبدا ياخد القوام هحتاج اخد شويه من البصل الحلو ده جوه خليط الكشك. طبعا تقدروا تصغروا البصل عن كده اذا انتوا حابين، بس انا بحب البصل والناس كلها هنا بتحبه، فتقريبا ايه محدش هيتضايق مننا. هنقلب كده تقليبه حلوه. هاخد بس الرز ده، اسمحوا لي اروح اقدمه هناك. بسم الله جنب البطاطس الجميله دي هنا اهو. وتعالوا ناخد بقى طبق هنقدم فيه الكشك. انا هستعد الاول، لو انا بعمل في علبه او اطباق صغيره في الثلاجه او علب وعايزين تشيلوها اطباق صغيره على قد الوجبه ماشي. هنعمل كده، بحط شويه كده طبعا بقى اجيبوا حاجه مسطحه كبيره، انا بس هنا عشان لازم اقدم لحضراتكم في احلى شكل يعني. وشوفوا صدر الفرخ عمل ما شاء الله، يعني يعمل لنا كذا حاجه حلوه، كذا كميه حلوه. بصوا بقى الخليط تقل ازاي، شايفين ازاي. تمام ميرسي، شكرا ليكم. بصوا بقى الجمال، هوري بقى حضراتكم الخليط على المعلقه تعرفوا انه مظبوط ازاي. اهو هعمل كده، شايفين خليط عامل ازاي، هعمل كده. طالما اهو قعدت اهز ما جوش على بعض بسهوله، هو ده الخليط المظبوط. طيب الشويه الاولانيين في البصل اللي بحطهم اسمحوا لي هاخدهم دلوقتي، هاخد كده شويه جوه الخليط والباقي هحمره كاملا لما يبقى كله ذهبي زي بعضه، عشان بس دي بتدي تيست كده وطعم جوه الكشك. بصوا وهاخد بقيه ده، بقيه الفراخ جوه هنا، ويلا بينا ايه نغرف بقى الطبق بتاعنا. طبعا هجهز هنا كده ممكن على البوله دي او على الطبق ده كده، هاخد منديل علشان احط عليه الايه، منديل مطبخ احط عليه البصل ده لما يطلع كده، حبه حلوين كده هنا اهو عشان اما يطلع. وهاخد بقى الطبق، بصوا بقى خلاص عمل ازاي، ده الكشك اهو شايفين قوامه. تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد خلي ده هنا نغرف الكشك بتاعنا. هنجيب لوش وناخد كده بسم الله، ولا رز ولا اي حاجه. طبعا في ناس بتعمله بالرز مفيش مشكله، بس انا شايفه ان هو مش محتاج، ان شاء الله مش هتحتاجوا تحطوا فيه رز، ما هو يا رز يا دقيق، ما ينفعش يبقى الاثنين، بحسه يبقى تقيل قوي اهو. تعملوا بقى اطباق صغيره لما يبقى فيه ضيوف، ما بنعملش بقى اطباق كبيره كده، لا بنعمل الراميكانز الصغيرين دول اللي هم ايه اطباق الصغنونه اللي عندنا دي، تتملي وتحط على وشها تبقى يعني في وسط السفره، فكل واحد بياكل الكميه اللي على كيفه من غير ما يهدر في الطبق الكبير او الناس كتير تاكل منه فيبقى مثلا مش قادره تحتفظي بيه. فدايما نعمل اطباق صغيره، عارفين
يعني طبق زي ده مثلا. حاضر هفترض هعمله لكم حالا. هنشيل بس دي كده خلاص نرفعه من على النار. وتعالوا بقى للبصلايه القمر دي اللي خلاص اتحمرت كده، برفع شويه عشان ما تتحرقش لان في جزء منها اتحمر متقطع اصغر، فبحاول ان انا ايه اظبطها كده. وعندي طبق اهو هوريه لحضراتكم دلوقتي، هصب فيه عقبال ما امسح هنا حرف الطبق كده الكشك، ويبقى كريمي مش تقيل. ما تحسوش انه الكشك لما تاكلوه تحسوا كانه عامل زي الخرسانه كده، لا كريمي. يعني بصوا بهز الطبق فيه، واول ما يمسك ويجمد هيبقى رائع. تعالوا بقى نصفي دول هنا، بصوا فين كده كده خلاص. هسيبهم بقى ايه يعني يهدوا كده شويه، وبعدين هصب هنا على الطبق بتاعي وهو سخن. وهو سخن ليه؟ علشان يمسك في وش الكشك بتاعي اهو، شايفين ازاي اهو. ودلوقتي بقى هستسمح حضراتكم، هنطلع لفاصل واستراحة، وهنرجع بعد الاستراحة هنشوف مع بعض نعمل صنف جميل كده. لو الموز عندنا لا قدر الله لقيناه استوى واحنا في الحر ده، طب ممكن نستفيد منه بوصفة، ممكن نعمل منه كيك حلو قوي. استنوني بعد الاستراحة.